أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة لمعتدلة سرعة بوجه عام، راح تستمر ويانا لعدة أيام. الهواء شمالي غربي ليوم الجمعة، بعد ذلك يقلب الهواء إلى كوس، والسحب راح تستمر ويانا، وفرص لأمطار خفيفة متفرقة بعد قلبة الهواء إلى كوس. الفرص موجودة وإن كانت ضعيفة. أجواء معتدلة خلال النهار راح تستمر ويانا لعدة أيام، تميل للبرودة بشكل ملحوظ خلال فترة المساء وأيضا الفترات المتأخرة من الليل والفجر. حاليا الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أجواء باردة نسبيا، 18 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 35%. الرؤية الأفقية ممتازة حول 12 كيلومتر، في فرص لتراجع الرؤية الأفقية بعض الشيء على بعض المناطق، ضباب خفيف. الفرص موجودة لكنها خارج المدينة. عبور السحب راح يستمر ويانا، وعبور السحب أيضا أعزائي المشاهدين راح يستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم. أجواء مستقرة وجميلة وباردة نسبيا، والرياح خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. باردة في المناطق الغربية من البلاد، درجات الحرارة ترتفع أكثر كل ما قربنا من السواحل. درجات الحرارة بوجه عام تتراوح الليلة ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية، مع سماء صافية والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. منتصف نهار يوم الغد أيضا أجواء معتدلة، درجات الحرارة تتراوح ما بين 25 أو 24 إلى 27 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. في فرص لعبور بعض السحب على بعض المناطق. الرياح خفيفة إلى معتدلة، والبحر أيضا خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم ومن 2 إلى 5 قدم. حتى مساء يوم الغد بإذن الله الأجواء راح تكون مستقرة مع عبور لبعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى تقريبا 35 كيلومتر في الساعة، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في ساعات المساء الأولى. البحر من فترات الحمل بإذن الله خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد الأول بإذن الله الساعة 11:27 دقيقة الظهر، والمد الثاني الساعة 10:54 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 5:08 دقائق صباحا، والجزر الثاني الساعة 5:07 دقائق مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 4:51، والشروق الساعة 6:13 دقيقة، والمغرب الساعة 4:52 دقيقة. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة، أجواء معتدلة خلال فترة النهار، باردة خلال فترات المساء والفترات المتأخرة من الليل والفجر، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام يستمر ويانا ليوم السبت بإذن الله. يوم الجمعة بإذن الله يقلب الهواء إلى كوس، والسحب تكون ملحوظة، وفرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في يوم السبت. الفرص موجودة وإن كانت ضعيفة، والرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه عام أيضا راح تستمر ويانا لعدة أيام. ليوم الأحد عبور للسحب باكر بإذن الله 27 عظمى وصغرى 16 من 10 إلى 35، والهواء الشمالي غربي راح يستمر ويانا ليوم الخميس أيضا من 10 إلى 35، 28 عظمى وصغرى 15 درجة مئوية، يقلب الهواء إلى كوس. في يوم الجمعة 27 عظمى وصغرى 14 ومن 6 إلى 28، هواء كوس خفيف إلى معتدل متقلب الاتجاه أحيانا راح يستمر ويانا الكوس. ليوم السبت 27 عظمى وصغرى 15 من 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة. فرص الأمطار راح تكون موجودة لكنها ضعيفة على بعض المناطق، راح تستمر هذه الفرص لمنتصف يوم السبت، بعد ذلك تتراجع تدريجيا. في يوم الأحد 26 العظمى والصغرى 14، ورياح متقلبة الاتجاه إلى كوس أيضا، سرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة مع عبور لبعض السحب. أعزائي المشاهدين، الأجواء المعتدلة خلال فترة النهار راح تستمر ويانا حتى نهاية هذا الشهر، والأجواء الباردة راح تكون ملحوظة خلال فترة المساء، والبرودة تكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر. عبور السحب راح يستمر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام اليوم وباكر وحتى يوم الأحد. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.